هل تستمر هذه الحملة أم تنتهي اليوم؟ الحملات مستمرة على طول السنة. إن شاء الله بلشت هاي الحملة، يعني بعد تعرف الوقت حار وصيف، فشوي استأنفنا العمل بسفراء النظافة وهسه رجعناها موفرين كل شيء، معدات وموفرين مطارات. شو توزعون على اللي جايين ينظفون؟ أول شيء راح نوفر لهم مطارات على مود يشربون ماء حار، ونمنع نمنع استخدام المواد البلاستيكية. ثاني شيء نوفر لهم الماء البارد والثلج، نوفر لهم اليلق والجفوف على مود سلامتهم. مو منظمة، تطوعية، سفراء النظافة، تحت اسم سفراء النظافة. يعني حملتكم تحت اسم سفراء النظافة. تحت اسم سفراء النظافة. الأيام القادمة وين يكون التنظيف؟ التنظيف راح يكون بعموم بغداد ومحافظات المحافظات عامة، يعني بس هسه حاليا رجعنا بأول مكان، رجعنا بجو جسر الجادرية، وإن شاء الله القادم أفضل. اسمك الكريم؟ إبراهيم. إبراهيم؟ إبراهيم علاء. شكرا.